ساعة الآن السادسة. ايه ده؟ احنا في المطار هنا ولا ايه؟ لا عطب مصر في الوقت. ايه ده؟ ايه العربية؟ ماما احنا بنتكلم ايه؟ مش هندي. يا جرسون يا أستاذ احترموا هذا المكان. نعم احترم ايه؟ هذا المكان. يعني ايه احترم هذا المكان؟ معلش يعني انا محترم. ايه احترم هذا المكان؟ اصمت ما تقول لي خلاص. معلش مالك انت بتكلمي ليه كده؟ انت في ايه؟ انت فين يا عم انت؟ اكبر هدوء. اتفضل. اكبر هدوء. تفضل. ايه اللي بيحصل ده؟ فين الاكل وبتاع؟ خلينا نمشي من هنا. في ايه؟ تفضل. ارجو ان تكونوا راضيين. في ايه؟ تعال انت يا استاذ، تعال هنا اهوت. في ايه؟ نعم يا سيدي. فين بقيه الاكل؟ فين الاكل؟ يعني طلبت اسكالوب بانيه اتنين وواحد فيليه. جايب لي الفيليه بس وجايب لي رز، انا ما طلبتش رز وبطاطس. وايه اللي انت جايبه ده؟ ساقضي لك كل شيء. تقضي لي كل شيء؟ ولكن ارجوك. حضرتك بتتكلم كده ليه؟ في ايه؟ اتكلم. بص كلمني زي ما بكلمك. عفوا، التحدث باللغه العربيه. ايه التحدث باللغه العربيه؟ انا هتكلم بمزاجي، مش هتحدث باللغه العربيه. بحدثها عربي، ما بعرفش اتكلم عربي. هذا المحل بعد الساعه السادسه يتكلم اللغه العربيه. بص، لا سادسه ولا سابعه ولا ثامنه ولا عشره، انا ما بتكلمش عربي. استني بس، في ايه بالظبط؟ هذا هو نظام الشركه الام. الشركه الايه؟ الام. لام والاب. الاكل لو سمحت يرجع ويجيب لي فيليه ويجيلي اتنين اسكالوب بانيه، انا دافع ثمن الاكل ده اهوت. ارجو ان تكلمني باللغه العربيه. مش ما بعرفش اتكلم لغه عربيه. انا اساسا اخر الحضانه، اتعلمت في حضانه بحبي. احنا فين هنا؟ في المطار هنا ولا في محطه مصر ولا في ايه؟ يوديكي يعني هذا شكلك كده مش مالكش دعوه بيها. كلمني انا. انا تقول لي ليه يا عم انت؟ كلمني انا هنا. انا يقال لي كلمني انا. بقول لك انا شخصيتي الغريبه والله العظيم البتاع ده هتجف نفوخك. كلمني انا. ارجو ان تهدى. مالكش دعوه بيها. ليه معها عتاب؟ ايه العتاب؟ ايه تعرفها منين انت؟ شطول لي عتاب. هات لي صاحب المحل. نعم انا صاحب المحل. يلا كمان صاحب المحل. تكلم معايا اللغه العربيه. مش هتكلم معاك. عايز اتكلم لغه عربيه؟ عاوز اتكلم لغه عربيه؟ اعطيني غبزا وحنانا. عندك مانع؟ هو ده اللي عندي، اللغه العربيه اللي اعرفه. هل هذا يرضيكي؟ يرضيني يا عم. يلا يا عم اقعد ساكت بقى. ارحمني. احنا جايين درس هنا ولا ايه؟ ارحمني. انت كنت قاعد في وشك بقى تصاك البرميز اللي انت لابسه ده. ابني غلط. ما تتكلمش. اخطب وتفرق اساسا. انت لا تستطيع ان تفعل. لا اعرف. لا اني اعرف. ولا تستطيع. اعرف. انت عايز ايه؟ ولا هي. اعرف. انت عايز ايه؟ هطلب لك بس وقت اقفل لك ام المحل ده. هتطلب ماذا؟ البوليس. انت عايز ايه؟ انت شلت نصابين. انت لا تستطيع ان تطلب البوليس. نعم. لا اعرف. لان ليس معك تليفون محمول. معيش ايه؟ تليفون محمول. لا معلش وقت اجي عشان ما سمعتش. بس تليفون محمول. ليس معك تليفون محمول. بقول لك اساسا بص، انت خنقتني وخنقت اهلي وخنقت. بص مش عارف اقول لك. اولا ما بحب قاعده فازلك. اسمع، ليس معك الجوال المحمول. ماشي. برافو. 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 برافو.